بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد في مادة جديدة من مواد كلية ينبع الصناعية، مادة الـ EAT233 اللي هي مادة المايكرو بروسيسرز. السلايدات ديزايند باي الانجينير محمد كريم الله، وقدمها لكم أخوكم أحمد بحسين. مرجعنا في هذه المادة لكتاب اسمه The Intel Microprocessor 8th Edition، الإصدار الثامن لبيرسون، الكاتب اللي هو بري باري بي، والآيسبان نمبر موجود عندكم تحت. طيب، راح نتكلم في هذه التوبكس عن عندنا 5 موديلز رئيسية. حنتكلم على أول شيء المايكرو بروسيسور فاندمنتالز اللي هي أساسيات المايكرو بروسيسور. بعد كده عندنا ارتكشر اوف ذا 8086 مايكرو بروسيسور اللي راح نتكلم عنه، اللي هو الموديل ال 8086. بعد كده عندنا شابتر 3 او موديل 3 حيكون ال 8086 ادريسنج مودز اند انستراكشن سيت. ثم في الموديل نمبر 4 حنتكلم على الاسمبلي لانجويج بروجرامينج، واخيرا في موديل 5 راح نتكلم على المايكرو بروسيسور انترفيسنج اند ابلكيشنز. عندنا طبعا توزيع الدرجات، هذه للطلاب اللي عندنا، هذا الستاندرد في الكلية. حيكون عندنا 2 assignments، حناخذ الافرج، كل assignment من 5 درجات وراح ناخذ الافرج بينهم وعليها 5 درجات من 100. ثم عندنا 4 quizzes راح ناخذ الافرج بينهم عليها 10 درجات. عندنا بعد كده اللاب بيرفورمانس 10 درجات، ميد تيرم ثيوري اكزام 15 درجة، ميد لاب اكزام حيكون عندنا 10 درجات، فاينل ثيوري اكزام من 35 درجة، والفاينل لاب اكزام حيكون من 15 درجة. توتال طبعا 100 درجة في اعمال السنة في الاخير. نبدأ مع موديل 1 اللي هي المايكرو بروسيسور فاندمنتالز، وراح ناخذ فيها بعض التعاريف، نتعرف على المصطلحات المهمة في المايكرو بروسيسور. طيب، عندنا اول شيء في المايكرو بروسيسور، احنا بنتعامل مع مايكرو بروسيسور، يعني في عندنا كمبيوتر. ايش هو الكمبيوتر؟ هو عبارة عن electronics device which can take input, process input and gives output. IPO input, process, output. هذا الكمبيوتر، هذه الأشياء اللي بيعملها أي جهاز كمبيوتر، هذه أهم الأشياء. طيب، عندنا بعد كده types of computer، أنواع الكمبيوتر. عندنا analog computer وعندنا digital computer. الانالوج كمبيوتر uses continuous data، والديجيتال كمبيوتر ديسكريت داتا وفاستر طبعا من الانالوج. طيب، مثال انالوج كمبيوتر زي ايش؟ احنا نعرف الانالوج اللي هي الاشياء الميكانيكيه نقدر نقول عليها، او الاشياء الالكترونيه بس باستخدام الانالوج، زي مثلا الكمبيوتر اللي بيقيس درجات الحراره. مثلا الداتا اللي فيها تكون كونتينيوس، بتتغير على طول حسب درجات الحراره. اي شيء بيعمل قياس للضغط للحراره، هذه كلها انواع من انواع الانالوج كمبيوتر. او السبيدوميتر في السيارات، بعضها حيكون انالوج اللي هو بيغير لي، يكون في شب في شريحه وبتتغير حسب سرعه السياره اللي ماشيه. طبعا الديجيتال اللي هي طبعا احنا عارفين اللي هي بتستخدم الداتا الديسكريت، اللي هي الداتا المتقطعه على اجزاء، وتكون طبعا فاستر من الانالوج داتا، لانه ما تحتاج لميديوم كبير، ما تحتاج ل داتا بس كبيرة زي الانالوج، وراح نشوفها ان شاء الله، راح نتعرف عليها اكثر. طيب، عندنا شيء جدا مهم وشرحناه احنا قبل كده في مادة الـ 202 اللي هي الـ Digital Electronics 1 اللي هي الـ Numbering System اللي هي انظمة الترقيم. عندنا اول شيء الديسيمال اللي احنا عارفينه العادي اللي هو من 0 الى 9 10 digits، ونقدر نعمل بها اي رقم، اللي هي الارقام العادية اللي بنتعامل معها. عندنا بعد كده الباينري اللي هي الزيرو والون فقط، وفيها only two digits. عندنا بعد كده الاوكتل، وفي عندنا الهكساديسيمال اللي راح نتعمق فيه اكثر، فانا انصحكم تراجعوا مادة الـ 202 لانه كل شغلنا حيكون على الباينري والهكساديسيمال. طبعا الارقام من 0 الى 9 اللي هي الارقام العادية 0 1 2 3 4 الى 9. ثم بعد كده عندنا الاحرف اللي هي الـ A B C D E F، فالتوتال اوف 16 ديجيتس. عندنا بعد كده بعض التعاريف والمصطلحات الهامة جدا اللي راح نتكلم كثير وما في وقت كل مرة نرجع نشرح ايش هي البيتس وايش يعني النبل ايش يعني البايت، راح نذكرها الان. طيب،
البت. ايش هو البت؟ either 0 or 1 اللي هي الباينري ديجيت، قيمتها بت، بالبت، وحدة البت اللي هي اصغر وحدة في لغة الكمبيوتر. عندنا النبل، ايش النبل؟ عندنا اللي هي group of 4 bits، يعني كل 4 bits مع بعض تسمى نبل. عندنا البايت اللي هي group of 8 bits، البايت يساوي 8 bits. عندنا الوورد اللي هو group of 16, 32, 64, 128 bits etc، اللي هي المضاعفات، حزمة من مضاعفات البت. عندنا بعد كده كيلو بايت، الكيلو اللي هو 1000 طبعا معروف، ولكن بلغة الكمبيوتر الكيلو لا يساوي 1000، يساوي 1024 بايت اللي هي 2 أس 10. عندنا بعد كده الميجا بايت اللي هو مليون، ميجا يعني مليون، فعندنا هنا 1,048,576 بايت اللي هي 2 أس 20. بعد كده عندنا لو قلنا نبقى نكبر زيادة، عندنا الجيجا اللي هو المليار اللي هو 2 أس 30، وهكذا. فنقدر نضاعف 2 لأنها الباينري نمبر only 0 1، ونبدأ نضاعفها مضاعفاتها 10 20 30 40، وبهذا حتطلع لي اللي هي الكيلو والميجا والجيجا وثم التيرا، ثم بعد كده حنشوف ايش في اشياء ثانية. عندنا computers based on size and capabilities. طبعا عندنا شيء اسمه المين فريم كمبيوتر، عندنا شيء اسمه الميني كمبيوترز، وعندنا شيء اسمه مايكرو كمبيوترز. هذه مصطلحات كثير راح نستخدمها، ولكن في العصر الحالي مع تطور السريع للكمبيوتر بدأت ما حد بيستخدمها. مثلا عندنا المين فريم كمبيوتر لو سمعتوه الآن أعرف إنه هو مثلا أقرب شيء له اللي هو السيرفر الكبير، يكون حجمه جدا كبير، يكون جدا قوي، سرعته جدا عالية، وفي ميموري مرة كبير. فأقرب مثال له اللي هو السيرفر اللي بيتحكم بشبكة كبيرة جدا. عندنا بعد كده اللي هو الميني كمبيوترز، small in size, less powerful and lesser memory than the mainframe. مثال له اللي هو زي ما نقول الشبكة الداخلية، لو عندي أنا شركة أو مثلا عندنا في الكلية بشتغل على الشبكة الداخلية اللي هي معالج واحد يكون في مكان موجود في قسم الاي تي مثلا، واكثر من شخص بيستخدم الميني كمبيوتر. اما المين فريم اللي هو الكبير جدا فيكون مثلا بلعب لعبة اونلاين، ويكون معالج في امريكا وانا بلعب مع ناس اونلاين في اماكن ثانية مو على شبكة داخلية ولكن على الانترنت. نجي لأصغر شيء واضح الآن، عندنا الميني كمبيوتر اللي هو small in size suitable for personal uses، يعني مثلا جهاز اللابتوب، جهاز السمارت فونز، التابلتس، الأشياء هذه كلها اللي أنا بستخدمها لحالي فقط، ما في أحد تاني بيستخدم نفس المعالج، فهي فقط الأسماء هذه لحجم وقوة المعالج، وعدد المستخدمين طبعا يختلف من نوع إلى نوع آخر. عندنا بعد كده المايكرو بروسيسور. طبعا في عندنا مصطلح مايكرو بروسيسور، وفي عندنا شيء اسمه مايكرو كنترولر. احنا الان راح نتعلم على المايكرو بروسيسور، في فرق كبير بينه، راح ممكن نقوله اذا احتجنا نقوله في الدروس القادمه او السلايدات القادمه. المايكرو بروسيسور it is a programmable integrated device، يعني جهاز مدمج مع بعض، integrated يعني مدمج مع بعض نقدر نبرمجه، that has computing and decision making capabilities، يعني يقدر يعمل عمليات حسابية ويقدر يتخذ قرارات. يعني مثلا اقدر ابرمجه if else، اذا كان في مثلا شيء معين اعمل شيء معين، بالاضافة الى العمليات الرياضية. It includes arithmetic logic unit اللي هي ALU، arithmetic معناها عمليات حسابية او mathematical calculation، نقدر نترجمها بالعربي نقول عمليات حسابية منطقية، وحدة العمليات الحسابية المنطقية، وتحتوي على registers and control units. control unit اللي هي وحدة التحكم اللي هو نفس ال CPU مثلا او المعالج او نوع السيريز او الاصدار تبع هذا البروسيسور المايكرو بروسيسور. مثال لل 8085 او ال 8086 اللي راح ندرسه، وعندنا بعد كده مثلا ال
8268 هذا نوع من أنواع البروسيسور. فالبروسيسورز اتطورت جدا طبعا، ال 8085 وال 8086 أظنها أفتكر في الستيز بدأت في 1960 1950 في الأوقات هذه، والآن إحنا في عام 2018، فجدا الكمبيوترات اتطورت مرة كثير. طبعا أهم شيء نعرفه هنا الآن إنه المايكرو بروسيسور يحتوي على Arithmetic Logic Units ALU، يحتوي على ريجسترز اللي هي أماكن التخزين، ويحتوي على كنترول يونت وحدة التحكم بهذه العمليات. Arithmetic Logic Units اللي هي performs arithmetic اللي هي الجمع الطرح الضرب القسمة and logic operation زي ال AND وال OR وال NOT وال NOR وال XNOR والأشياء هذه كلها العمليات المنطقية، درستوها برضو في مادة ال 202، يفضل انكم تراجعوها لانه عندنا لغات برمجة جديدة وكلها تعتمد على الاساسيات اللي درسناها في مادة ال 202. عندنا شيء اسمه الريجسترز اللي هي وحدات التخزين used to store data temporarily during execution، تستخدم لتخزين الداتا مؤقتا خلال عمليات ال خلال العمليات ال execution عمليات التنفيذ. نقدر نقول بعد كده عندنا ال control unit provides timing and control signals to all the operations of microprocessor. طبعا ال MB دائما هنشوفها كثير، اختصار المايكرو بروسيسور اللي هي تعمل التايمينج، تتحكم بالتايمينج، تتحكم والكنترول للسيجنال اللي ماشيه، هل ابدا اخذ داتا جديده او لا، متى اخذ الداتا، قديش سرعه الكلوك سايكل عندي. هذه كلها الاشياء راح نتعرف عليها ان شاء الله لما ندخل في التفصيل، احنا الان فقط تعاريف لبعض الاشياء المهمه جدا. طبعا المايكرو بروسيسور زي ما احنا قلنا it is a CPU اللي هي central processing unit، عندنا بعد كده memory اللي هي input و output، في memory الداخلية والميموري الخارجية، input و output ports اللي هي المنافذ اللي اقدر اوصل بيها هارد ديسك خارجي، ممكن يكون شاشة بتديني معلومات، ممكن يكون printer to be connected externally. فعندنا ال input وال output ports، وعندنا الميموري، وعندنا السي بي يو. الميموري اللي هي الذاكرة احيانا تكون خارجية برضو اللي هو زي هارد ديسك او فلوبي ديسك سي دي، فاي شيء ممكن نقدر نستخدمه لتخزين الداتا. وفي النهاية كله بيجي على السي بي يو اللي هي وحدة المعالجة المركزية اللي عندنا اللي هي Central Processing Unit. طبعا عندنا التيبيكال مايكرو بروسيسور تشيب، هذا المايكرو بروسيسور اللي نعرف الشكل هذا الان في الوقت الحالي او الوقت الحديث. طبعا يحتوي على نمبر اوف لوت اوف بنز، مثلا يعني نقدر نقول بعض المايكرو بروسيسور وصلت ال 800 900 بنز، وفي بعضها وصلت ال 4000 بنز، طبعا حسب التصنيع وحسب السيريال تايب تبعه، اشياء جدا كثيره. ولكن ان شاء الله لا تقلقوا، احنا اللي راح ندرسه ال 8086 40 بنز يحتوي عليها، لازم نعرفها، وان شاء الله 40 بنز افضل من ال 4000 اللي وصلت الان. ولكن الفكره نفسها، الاساس نفسه، اذا قدرت تفهم الاساس بعد كده اي مايكرو بروسيسور ان شاء الله فهم طريقه عمله راح تكون سهله ان شاء الله باذن الله. وبكده احنا وصلنا لختام الفقرة الأولى من موديل 1. أنا بحاول أخلي الفيديوهات كده قصيرة بحيث إنه الواحد لا يمل وهو بيتفرج على الفيديو، لو وصلنا 40 دقيقة حيكون جدا كثير، فبين 15 إلى 25 دقيقة إن شاء الله يكون الفيديو كويس. باقي فيديو آخر ونخلص موديل 1 فقط هو التعريف، وإن شاء الله بعد كده حنروح للموديل 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.